تحت رعاية معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية، أقيم الحفل الختامي للدورة الأولى من جائزة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد بن عبد الله الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم التي ينظمها مركز أبي بن كعب لتعليم القرآن الكريم، وذلك في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بحضور معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة والوجيه حمد بن عبد العزيز الصالح وعدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمسؤولين والوجهاء وجمع من المواطنين والمقيمين. وأكد معالي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية أن مملكة البحرين تفخر وتعتز باحتضانها للمسابقات والفعاليات القرآنية انطلاقا من إيمانها الراسخ بأهمية القرآن الكريم في التربية السليمة على القيم والمثل والفضائل وترسيخا لهويتها الإسلامية، مشيرا معاليه إلى أن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى تحرص كل الحرص على خدمة القرآن الكريم ورعاية ودعم المؤسسات التي تعنى به وتشجيع حفظته وقرائه. وأعرب معاليه عن سعادته الكبيرة بما تشهده المسابقات القرآنية من إقبال كبير ومشاركة واسعة تكشف عن تعلق أهل البحرين بكتاب الله تعالى وبتعلمه وتعليمه، مرحبا معاليه بانطلاق جائزة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد بن عبد العزيز الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم في مملكة البحرين، مباركا للقائمين على هذه الجائزة ما حققته من نجاح كبير في دورتها الأولى، مثمنا جهود مركز أبي بن كعب لتعليم القرآن الكريم في التنظيم لهذا الحدث المبارك، متمنيا لهذه الجائزة دوام التقدم والازدهار لتبقى صدقة جارية في ثواب المرحوم مشعل بن حمد الصالح رحمه الله. الجدير بالذكر أن جائزة المغفور له بإذن الله تعالى مشعل بن حمد بن عبد العزيز الصالح السنوية لحفظ القرآن الكريم تتضمن فرعين اثنين، الأول حفظ 5 أجزاء والثاني حفظ 3 أجزاء. هذا وقد تفضل راعي الحفل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتكريم لجنة التحكيم واللجنة المنظمة والفائزين 10 الأوائل من كل فرع.